يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز إخراج وقف في مسجد وهو عبارة عن برادة ماء صغيرة حيث وجد أكبر منها فاستبدلت هذه الصغيرة بغيرها؟ هل يجوز؟ نعم. هل يجوز إخراج وقف في مسجد وهو عبارة عن برادة ماء صغيرة فقد وجد أكبر منها فاستبدلت هذه الصغيرة بغيرها؟ سؤاله هل يجوز إخراج هذه البرادة الصغيرة لمسجد آخر؟ نعم، إذا كان استغنى عنها المسجد الذي هي فيه تخرج إلى مسجد آخر يحتاج إليها، هذا وقف يصرف فيه مثله، لا بأس. نعم.